موقع أنا السلفي. والترك الزهد يعني واحد حاجة، يعني الطلب والترك والإرادة والزهد، الزهد في الشيء سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. هناك من يزهد في الدنيا وهناك من يزهد في الآخرة، هناك من يزهد في طاعة الله عز وجل، وهناك من يعتبرها مصيبة أن تفقد منه صلاة واحدة في الجماعة، أو هناك من يعني يعتبرها مصيبة أن تضيع منه تكبيرة الإحرام لأنه ما عندوش زهد فيها. وفي ناس ما عندهاش يعني رغبة في صلاة الجماعة أصلا وعندها زهد شديد جدا في الصلاة نفسها، وبعضهم عنده زهد في وقتها، ممكن يجمع الصلوات مع بعض، وممكن حسب بقى درجة التدين. في ناس شايفة أن التدين على بعضه الدين نفسه يزهدون فيه، لا دينيين يقول لك أنا إيه اللي يدوخني بقى في الحياة والعياذ بالله.